اليوم يوم استثنائي، لأن اليوم القبل الأخير لمعرض جايتكس، ولازم نكون جاهزين. بدينا اليوم بزوار مهتمين بتقنيات الذكاء الاصطناعي اللي نقدمها للمساهمة في رفع جودة الحياة في مدن المستقبل. بعدها زارنا معالي المهندس سهيل أبانمي، محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وشاهد حلولنا المختلفة اللي نقدمها لعملائنا. الحين جاء وقت نجهز لتوقيع اتفاقية. طلعنا الطاولة المخفية وجهزنا المكان للاتفاقية. الاتفاقية مع شركة إسبانية اسمها Next Plane، نبي عن طريقها نفتح أسواق جديدة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط لننقل خبراتنا. وكثير اهتموا بمنتج نقدمه اسمه مركب، خدمة كلنا نتمناها وأولكم أنا. تناسب المولات والمعارض، وهي خدمة لإدارة المواقف تساعدك تحجز وتلقى موقف لسيارتك بشكل أسرع. كان هذا يومنا الرابع في جايتكس. ودنا نقولكم شعارنا يوم جديد وعلم جديد، لكن هالمرة نقول لا تأخذ العلم إلا من أهله.